مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم ومن هذه الأجواء اللطيفة اللي شاهدناها قبل قليل تساعدنا على إعداد أطباق إن شاء الله تكون شهية ولذيذة في ذات الوقت. بما أنه حديثنا قبل قليل أيضا نتحدث عن الطعام الصحي، فخلينا نتعرف على بعض الأكلات العراقية المعروفة اللي هي أكلات الفسنجون. هذه الأكلة مهمة جدا ومعروفة يعني تقريبا عند الكربلائيين والنجفيين، طريقة إعدادها مميزة وخاصة بهذه المحافظات. إن شاء الله نتعرف على الطريقة الأصلية والمضبوطة مع إن شاء الله الشيف أكرم عفان ومرقة الفسنجون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فقرة بالعافية. طبقنا اليوم راح يكون طبق مرق الفسنجون إن شاء الله. مكونات طبق الفسنجون أو مرقة الفسنجون، عندنا هنا نص دجاجة 600 غرام، هيل ملعقة طعام كبيرة، البجوز هذا للقارنش هذا اللي راح نستخدمه احنا، دبس رمان نص كوب، كوب البجوز مطحون او مبروش، راشي كوب، شكر كوب، وسوب مال دجاج كوب. احنا جهزنا الدجاج مسبقا، سلقناه وقليناه لاجل السرعه. راح نبدا بتحضير الطبق. عندنا هنا دبس الرمان راح نضيفه، طبعا طرق هواي للفسنجون، ممكن نشتغله بدبس الرمان، ممكن نشتغله بحب الرمان. حب الرمان اذا نشتغله لازم نسلق حب الرمان قبل كل شيء. احنا هنا ما راح نسلق شيء، راح نفرغ البجوز المطحون. بهاي الطريقة راح نخبط جميع المكونات بعدين نشغل عليها النار. الهيل حسب الرغبة، تريد نكهته تكون مبينة واضحة تريد أو لا. الشكر، واخر شيء سوب الدجاج. هاي طريقة سهلة وسريعة ومبسطة، ان شاء الله تنال اعجابكم. طبعا السخن، سخن المرقة انتم تحددوا، البعض يحب انه يكون المرقة ثخينة والبعض يكون يحب انه المرقة تكون خفيفة. احنا راح نسويها متوسطة ان شاء الله. هسه جهز الطبق، راح نشغل عليه النار. نظل بتحريك مستمر على مود على قولة اهلنا ما تلشع المرقة او ما تحترق المرقة بمصطلح المطبخ، لان بيها مكونات قابلة لهذا الامر. اعزائنا المشاهدين راح ننتظر انه المرق تقوم تغلي تفور، بعدها نضيف الدجاج ونرجع لكم ان شاء الله. اعزائنا المشاهدين رجعنا لكم بعد ما قام تغلي او تفور صوص المرق الفسنجون، راح نضيف الدجاج. نخلي الدجاج انه يشرب كل الصوص او يشرب المرقة، يعني ننتظره 10 دقائق على نار هادئة ونرجع لكم ان شاء الله. اعزائنا المشاهدين كملت ويانا هسه المرقة مثل ما تشوفون، صار جاهز مرق الفسنجون. راح نبلش نصبه. طبعا الفسنجون يصير باللحم، يصير بالدجاج، يعني مخيرين، يصير بالفسيفس ديك الرومي،
نتم أن مجهزيه مسبقا. بسم الله. حرش له شويه قارنش. اعزائنا المشاهدين، وصلنا وياكم الى نهايه الفقره، فقره بالعافيه، تجهيز طبق مرق الفسنجون. ان شاء الله نال اعجابكم، والف صحه والف عافيه.